اسعد الله اوقاتكم اعزائي المشاهدين. هناك عوالم لا يمكن اكتشافها الا من خلال دفتي كتاب. هناك تاريخ وكما لكل شيء في هذه الدنيا تاريخ في هذا الشان نستضيف الاستاذ مرزوق الجاسم. حياك الله اليوم معنا استاذ مرزوق. اهلا وسهلا فيك حياك الله. استاذ مرزوق حابين نعرف اكثر عن تاريخ الكتاب وبالاخص تاريخ الكتاب في دوله الكويت. احنا راح نتطرق وبشكل مختصر عن تاريخ الطباعه او بداية الطباعة هي طبعا قبل سبعة آلاف سنة موجودة في في الشرق الأوسط في بلاد يعني ناحية العراق وسوريا فكان حسب الآثار الموجودة كان عبارة عن أختام معينة موجودة في بعض الصناديق للتخزين كانوا يستخدمونها بس الطباعة الميكانيكية الحقيقية كانت في تاريخ 200 ميلادي موجوده بالصين وكان اول كتاب اطبعه بناء على فكره الحفر من خلال الخشب او المعدن وبالتالي يحطون عليه اصباغ معينه ويطبعونه. كان كتاب اللي هو تيبيتاكا هو كتاب عن مقدس عندهم. فكانت هذه بدايه الطباعه في القوالب الخشبيه بالصين. فهذا اول كتاب طلع هم طبعا بادين في الكتاب في الطباعه 200 ميلاديا بس الكتاب هذا طلع سنه 972 ميلادي ولكن الصناعه الحقيقيه للمطبعه وللطباعه والكتب هي في تقريبا سنه 1400 وهي النقله النوعيه اللي صارت في الحضاره بالعالم كلها ولو تشوفين الكيرف مالها التطور العلمي في العالم كله ابتدى من 1400 وصعد الى يومنا هذا فكان في صعود الكتاب هو على يد الالماني يوهان جوتنبرغ يوهان جوتنبرغ وهو اول من من ابتدى في عمليه صناعه الحرف وصفه بشكل معين بالتالي يعطيك نوع من التكرار في الطباعه بدال النسخ فتكون هناك سرعه في انتاج الكتاب. طبعا كلهم كانوا يستخدمون الكتب المقدسه في في الطباعه. يعني بدايتها كانت مع الكتب المقدسه. مع الكتب المقدسه وهذا اللي صار في لبنان سنه 1601 هم يابوا في حد الاديره يابت المطبعه وبالفعل بداوا يطبعون كتب مقدسه ونفس الشيء في سوريا وعقبها بلشوا يطبعون الكتب كتب العربية من الكتب اللي طبعوها كثيرة يعني كانت طول فترة طول فترة التجارب اللي يقومون فيها وكان في نوع من القيود الدينية على طباعة الكتب يعني يسألون العلماء هل يجوز أو لا يجوز فهذه شوي تأخرت الطباعة عندنا خصوصا الكتب الفقهية أو الدينية ولكن في النهاية الكل أجمع على أن تنطبع. حين تكلم على الصحافة أو الطباعة في الحجاز أو أو خلينا نتكلم على الجزيرة العرب. يعني دخلت أول مطبعة في الجزيرة العرب كانت 1877 على يد الأتراك. ثم يابوها الى مكه مكه عشان يطبعون التقرير السنوي مال الولايه، كانت قبل عندهم ولايه الحجاز فكان يطبعون التقرير السنوي لها. عقبها الحين نتكلم على نشاه الصحافه بالكويت. الصحافه بدات بالكويت سنه او الطباعه او المؤلف الكويتي كان قبل كلها مخطوطات وفي بعض المخطوطات القديمه اللي توصل 1802 و3 حق بعض الكويتيين الفقهاء كانوا يكتبونها بخط ايدهم بس لكن طباعه كان اول كتاب هو تاريخ الكويت اللي الفه عبد العزيز الشيد سنه 1926 وطبعه في مطبعه العصريه في بغداد اوكي وعقبها انشا جريده مجلة الكويت سنة 1928 وكان يعني الاصدار مثلا الكويتين ينطرون هالجريدة هاي تنطبع وكان يروح مصر يطبعها ويرجع تاخذ وقت استمرت لفترة ما لغاية أربع خمس سنوات ووقف لصعوبة الطباعة ولصعوبة التنقل كان صعب جدا عشان ياخذ المادة ويطبعها طبعا ما يجيب أخبار الأخبار يعني كان تي يعني اسرع من الطباعه كان عباره عن مقالات ادبيه افكار تاريخ شغلات مثل هذه فالمجموعه المثقفه هي اللي تنطر هالاخبار هذه تيوم عشان يقرونها الحين تكلم على دخول المطابع المطابع دخلت الكويت او في 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 منطقه الخليج بالذات يعني ما نتكلم عن الحجاز نقول الخليج متاخر شويه سنه 47 اللي جابوا بعض المكاين من العراق شروها مستعمله وحطوها وابتدوا يطبعون بعض 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 المجلات بعض الجرايد يعني تصدر لفتره معينه ثم توقف لاسباب ماديه والاسباب فنيه منها عدم وجود الحرف المطلوب للطباعه فكانوا يعني توقف الجريده من الناحيه الفنيه ما ما يقدرون يستمرون بهذه اذا فهي كانت محاولات خجوله للتدع. كانت محا... بالضبط محاولات معينه وطبعا في كد... يعني الكويت كانت رائده في موضوع حريه الراي والفكر والثقافه. انا الكتب عندي تحفظ عليها ولكن في موضوع الصحافه وحرية الرأي وطرح الفكر الكويت هي رائدة من رواد الخليج ولنا دور كبير في المجال هذا خصوصا الصحافة انطبعت كتب كثيرة بالكويت يعني نتكلم عنها بشكل سريع جريدة البعث سنة خمسين الصباح سنة خمسين جريدة الفكاهة كانت فكاهية وفيها كركاتير سنة خمسين كلها ما تستمر يعني سنتين ثلاث اليقظه، الرائد، صدى الايمان، الرائد الاسبوعي، كويت اليوم اصدرت وهي ما زالت تصدر سنه 54 من قبل دائره المطبوعات والنشر باقتراح من السيد بدر خالد البدر. هذه يعني بعض الاصدارات الموجوده. عندنا بعض الصحف صدرت ما قبل الاستقلال، عندنا مثلا جريده الفجر، جريده الاتحاد، اخبار الاسبوع، رساله النفط، رايت تحولها اعتقد الكويتي مجال الكويتي اللي تابع حق الكي او سي واعتقد ما زالت تصدر. الرائد العربي طبيب المجتمع البشير والراي العام، الراي العام قبل الاستغلال وما زالت يعني الحين تظهر باسم الراي وما زال في الراي العام هو جريدتين يعني كانوا جريده واحده وكل واحده انفصلت عن الثانيه بعد. بخصوص الجرائد والكتب، منو اللي سبب النهضه الطباعيه في الكويت؟ هل كان طباعه الجرائد او كانت الكتب نفسها؟ هي, هي كانت مطبعه واحده هي مطبعه المقهوي. ليه اول مطبعه في الكويت؟ اي يعني اول مطبعه مشهوره بالكويت، كان في يعني بعض الرجال الاعمال اللي قاموا في الطباعه وما شافوا ان وراها يعني مربح، ولكن في واحد يعني أخذ على عاتقه اللي هو المقهوي أه سوى اول مطبعه وكان معظم الصحف الكويتيه خصوصا ما بعد الاستعاده تطبع بما, هم بما فيهم الرساله تطبع عنده الى ان وصلنا في منتصف الخمسينيات او في النصف الثاني من الستينيات عفوا بلشنا نشتري المطابع وبدات الحكومه تعطي تراخيص حق المطابع وهني النقله النوعيه للطباعه بذاك الوقت بدا ظهور طباعه الاوفست اللي بدون الاحرف هي عباره عن تصوير ويكون في البليت اللي تدخل الماكينه وتطبع بدايه النهضه الطباعيه في المنطقه واعتقد كل كل الدول الخليج كانوا مع بعض بالقصه هذه بس انا قلت من قبل اقولها مره ثانيه ان الكويت هي الرائده في مجال الصحافه لنا لنا طرح جريء لنا فكر ولكن ظل عندنا الرقيب ما زال موجود يعني على رقاب الصحافة ويعني ما ما كان في هناك نوع من من الحرية المطلقة في الطرح ما زال في عندنا نوع من من القيود في طرح آرائنا أفكارنا خصوصاً في الصحافة بس في فترة السبعينات وعندي يعني الرسالة أعتقد هذه في السبعينيات من ستة وثمانين هاي عفوا لو نفتح بشكل عشوائي نلقى بعض ال... بعض المواضيع يعني خارج يعني لو ننشرها الحين راح ندخل بمشكلة في في نوع من الحريه في الطرح وفي الكلام اذا في بدايه الطباعه كان هناك حريه ولكن دخلنا في القيود خن... مع نتكلم على الصحافه الصحافه صحافه الكويت انا اقول هي رائده وما زالت رائده خصوصا يعني حتى في في زمننا الحاضر اللي هو زمن التواصل الاجتماعي وهي وهي يعني مثل ما تقولين شكل اخر من الصحافه يعني كل واحد عنده جريده كون عنده حساب في تويتر او في اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي فهو صحفي يتكلم عن نفسه يطرح افكاره يقولها بالشكل يبيه على الرغم من ذلك في نوع من القيود من الحكومه او من قانون المطبوعات في الحد من الطرح الجريء او الطرح اللامحدود حق بعض العناصر الى انه ما زال الكويت لها نوع من التميز في طرح ارائها يعني ما زلت اقول ان الكويت رائده في العمل الصحفي في المنطقه جميل، هناك قصه طريفه حدثت في المطبعه في ايام الغزو العراقي الغاشم، حابين نحن نعرف القصه هذه ولكن بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين كونوا معنا فاصل ونعاود الحديث مع الاستاذ مرزوق الجاسم. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم مجددا أستاذ مرزوق حابين نعرف أكثر عن القصة اللي صارت مع مطبعة الرسالة في فترة الغزو نعم أه... إحنا عندنا موقعين الموقع الأول موجود في شارع الصحافة وهذا الموقع الحديث يعني خدناه تقريبا سنة 76 أه... الموقع الثاني في نص شويخة الصناعية بين الجراجات يعني ما حد إيه على باله أو يخطر في مخه أن يكون هناك في مطبعة فيها آلة وفي ماكينه أثناء الغزو طبعا العراقيين أو الجيش العراقي احتل أو خذ كل الصحف كل الصحف والمكائن خذوها ودوها يعني, يعني تم الاستيلاء عليها استولوا عليها استولوا عليها كل المطابع كل المعدات استولوا عليها ظنا منهم أن آه أن هذه, هذه هذا هذا شارع الصحافه هو اللي فيه المكاين ما في مكان ثاني غيره بالشويخ يعني احنا يمكن المطبعه الوحيده الموجوده بنص الشويخ هذه ما حد على باله عباره عن شبره ما هي مرتفعه ما تي على البال ان تكون في مكينه داخل سكرنا الباب حطينا درامات متروسه مواد كيماويه علشان المكاين ما حد يبي يبطلها ولا يشوفها يعني ما ما في واحد عنده رغبه انه يشوفها حتى لو يفتحون الباب يلقون هم درامات ثانيه موجوده كانها مخزن. ف, ف... عدت فتره الغزو ما حد حق المكان هذا كل اللي سويناه سوينا صيانه حق الماكينه طبعنا عليها تقريبا آ... ثلاث جرائد بوقت واحد منها آ... الراي القبس والوسيط. كانت هذه الماكينه الوحيده اللي موجوده؟ يعني اللي ما فيها شيء خلال فتره ما بعد التحرير. يعني اشتغلت وكانت تطبع القبس والراي او الراي العام والبسيط بوقت واحد كنا نطبعهم. كل مصدره في سنه 92 في البدايات هذه على ما رتبنا الماكينه لا يعني اشتغلت لمده خمس سنوات. على الرغم من انها هي قديمه يعني موديل 76 ولكن كفة توفت كنا كنا نستخدم العنصر البشري في تجميع الطبعات بحيث نتسويها جريده واحده وتقدمها فكنا نشتغل تقريبا 24 ساعه شفتات عشان نلبي طباعه الجرايد او الكم هذا ثلاث جرايد بوقت واحد صعبه شويه بس احنا في ادارتنا وفي خبرتنا قدرنا ان نقدم الخدمات هذه للجرائد. ممكن الشيء هذا ساهم ان ترد الصحافه بشكل اسرع بعد نعم نعم كان لها دور كبير جدا يعني الناس كانت وقتها متعطشه حق الاخبار فبالتالي كان لها دور كبير، بعض الجرائد يعني خذت على عاتقها ان ان اشترت مكاين جديده ورتبت امورها ولكن احنا كنا سباقين بالقصه هذه موجودين وكنا نطبع مكاين كانت جاهزه للطباعه. ساعدنا كثير يعني في ان نوقف على رينا مره ثانيه وناسس المطبعه مره ثانيه ونجيب معدات ومكاين جديده. على رغم هذا التاريخ العريق للطباعه وعلى رغم هذه الازمات اللي مرت فيها الطباعه، نلاحظ ان احنا وصلنا حق مرحله الطباعه بدات فيها تخف. كذلك الإنتاج، إنتاج الكتب، إنتاج الصحف الورقية بدأ يخف معانا، فقعد نوصل حق مستوى نتجه إلى الكتاب الإلكتروني أو الصحيفة الإلكترونية، وأيضا في وايد صحف اتجهت إلى الصحف الإلكترونية ك ما أقدر أقول إنه هو بديل بس كخيار ثاني للصحف الورقية. الصحف الورقية راح توقف، كنا نطبع 75 صفحة، الحين دخلنا على 16 صفحة فقط لا غير. أه مواقع التواصل الاجتماعي هي مثل ما تقولين الاخبار اول باول لنا يعني ما نحتاج ان ناخذ اخبار من الصحيفه. الصحيفه نشوفها نقرا يمكن مقال أه نشوف نوع من الاريحيه أه قراءه موضوع معين لانه واضح مكتوب قدامي وسهل اني اني اقرا واعيد مره ثانيه يعني احسن من اني امسك الجهاز واقعد اقرا. ولكن أه يظل الجيل الثاني هو يتمسك في الجهاز او الطبعه الالكترونيه اكثر من جيلنا احنا اللي هو متمسك في الورقيه. مستقبل الطباعه بالنسبه حق الصحافه يعني ما اتوقع له في مستقبل خلال الخمس او ست سنوات الجايه يعني ما هو ما حد راح يستثمر في طباعه المجلات والجرايد ولكن الكتب موجوده راح تظل موجوده لفتره مو من عشر سنين قدام. ما زال الناس تعشق الكتب وتقراها وتشوفها وتقتنيها ما زال وكنت انا يعني متحفظ على القصه هذه ولكن شفت حسب الاحصائيات في اوروبا ان في الخمسينيات كان تقريبا في ألف محتوى كل محتوى ينطبع منه ألف نسخه كمعدل الحين في زمننا وكانت الاحصائيه هذه تقريبا ب 2018 2017 ماني متاكد عندنا بذاك الوقت تقريبا 100 الف محتوى وكل محتوى ينطبع منه تقريبا 100 الف فبالتالي المحتوى كثر والطباعه اكثرت ولكن الكميات قلت <applause> فماكينه الويب اللي كنا نتكلم عنها حق الانتاج الغزير كنا نتكلم عنها ما, ما عاد لها اي دور الحين ولكن هي المكاين العاديه ولكن بكميات ما هي كبيره مثل قبل. يعني كل محتوى ينطبع على حسب الطلب، في وصلوا ان ان تنطبع على حسب تبين مثلا من هالكتاب نسخه نسختين يطبعوا نسخه نسختين على حسب طلبك انت. هل تعتقد بان هناك توجه نحو الافلاس بالنسبه للمطابع اذا ما غيرت طريقتها التقليديه؟ ما لم يكون هناك نوع من المرونة ونوع من مواكبة العصر اللي احنا عايشين فيه راح تفلس إذا واحد مصر على أن, إن يظل على ما هو عليه في في مجال الطباعة أو الطباعة التقليدية لما نشوف هناك مثلا الطباعة الثانية نتكلم على الطباعة الرقمية طباعة الـ الطباعة الكبيرة أو الأحجام الكبيرة في الطباعة في في مجالات طباعة الأبعاد الثلاثية كل هذه كل هذه موجودة عندنا ما لم نتجه لها أو ما راح نستمر ولكن الكتب إلى فترة ما يعني قلت لكم أقل من عشر سنين موجودة راح تكون موجودة خصوصا الكتب تفاجأنا في 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 السنوات الأخيرة هذه فاجأنا كثرة المعارض الكتب بشكل مو طبيعي يعني نبتدي بالكويت بعدين قطر البحرين الشارجة عمان السعودية مصر لبنان هذه دائما المعارض موجودة وفي لها موسم خلال ستة أشهر أو سبعة أشهر كلها موسم طباعة بعدين بالصيف يبتدون المؤلفين يبون الكتب عشان نبتدي نطبعها كميات كبيرة عشان تغطي المعارض الموجوده مم. ونفس الكلام هذا موجود في اوروبا يقولون احنا تفاجئنا ان الكتب زادت زاد الطلب عليها ولكن قد تكون الكميات اقل من قبل ولكن ف... الطلب موجود طلب الكتب موجود اذا فمعارض الكتب هي اللي انقذت الوضع نقدر نقول لا اقدر اقول كذي معارض الكتب او او قراءه من خلال الكتاب جدا جدا اسهل من قراءتنا المحتوى بشكل الكتروني يعني طريقه مسكتنا شلون نرجع حق الصفحات القديمه شلون اسهل و... وابسط في 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 فهمنا للكتاب او قراءتنا له. في ظل الازمه الحاليه نلاحظ ان معارض الكتاب وقفت في اغلب الدول. نعم. هل الشيء هذا سبب ازمه حق المطابع؟ بالنسبه لنا ما زال في في طلب على الطباعه. أه اذا وقفت المعارض فاونلاين مو واقف او الـ الـ يعني التراسل يعني في ناس في ناس قاعده تطلب كتب بشكل مو طبيعي يعني انا بنفسي اطلب كتب من برا وتيني فالناس ما وقفت الناس ما وقفت وفي طلب على الكتاب اذا ما كان عن طريق المعارض فعن طريق يكون يكون أه بالبريد يعني يقولون والله يدفع وتي الكتاب نسخه اصليه كثير عادي ما هو دور دولة الكويت أو ما هي المساهمات التي قامت بها دولة الكويت في نشر الكتاب في دول الخليج؟ سبقنا قلت لك احنا رواد في الصحافة طرح الرأي والكلمة الجريئة ولكن الكتب أنا أشوفها في الخليج أكثر منها في الكويت أنا أشوفها في الشارجة أنا أشوفها في دبي أشوفها في قطر اشوفها لحد ما في السعوديه كلهم يعني يشجعون على القراءه ينشرون كتب كثيره خصوصا الامارات انجاز التعبير يعني انا اذا في كتب ناقصتني وكانت كتب ممنوعه بالكويت فهي موجوده بالامارات فكره الرقيب يعني في زمننا احنا الحاضر صعب اني اقيد الناس الموجوده في البلد من قراءه كتب يعتقد الرغيب مثلا او الشخص المعني ان هي ممنوعه الوصايا هاي ما تنفع انا اقدر احصل على كتاب باي مكان في اوروبا في لبنان في مصر مفتوحه الى ابعد الحدود ما علي الا اروح حق المكتبه الفلانيه ويعطوني الكتاب اللي انا ابي ما حد يمنعني ودخله معي اشيله بيدي والجمارك ما يقولوا لي لا ولا لا الحركه الحاليه رفعت الرقابه عن الكتب فصار في عندنا حريه اكثر في طرح المحتوى من خلال الكتب. شنو شعورك اتجاه رفع الرقابه عن الكتب حاليا؟ انا ايد الرقابه الذاتيه ونشر الثقافه، ثقافه الوعي عندنا، طريقه التفكير، طريقه الطرح. هاي ليش ما ننشرها ونتكلم فيها بكل وضوح وبكل صراحه؟ وانه ما تكون هناك مثل ما تقول مثل ما تقولين اللي هي الـ الرقابه اللي اللي تينا او او, أو الوصايه اللي مالها اللي مالها معنى يعني ما تقدر ما المسؤول ما يقدر يكون وصي على الناس كلها ما نبتكون هناك رقابه ذاتيه عندنا وهذه ما تصير الا بالوعي ونشر الوعي والثقافه. صحيح استاذ مرزوق الجاسم الف شكر لك وشكرا على هذا الحوار الممتع والشيق وعلى مستقبل الطباعه وتاريخها ايضا كذلك. حياكم الله. وارجو ان احنا يعني كفينا ووفينا بال في, في في هذا اللقاء في نقل المعلومه المفيده لكم. الله يعطيك الصحه والعافيه. حياكم الله وسهلا. اعزائي المشاهدين شكرا جزيلا على هذه المتابعه ونلتقي بكم مجددا في حلقات قادمه من برنامج حوار فكري.